رجع لنا الحقيقه الصحفي مارك ستريدم من جنوب افريقيا. برضو كنا بنتكلم معاه عن المفاجاه اللي حصلت في فوز تجريز اونال المكسيكي على بالميرس البرازيلي، وهل من الممكن ان تحدث مفاجاه زي دي بكره ان شاء الله في مباراه الاهلي والبايرن ولا لا؟ طبعا اسمحوا لي اعتذر عن انقطاع الخط، واحنا عارفين في الكورة كل حاجة ممكنة. بالنسبة لي انا البايرن ميونخ ايوه فريق كبير وفريق له مكانة خاصة، وهو بطل اوروبي، ولكن هو بس مش بس البطل الاوروبي، هو يعتبر من اكبر الفرق منذ عام 2010 في الشامبيونز ليج، كسب كل ال 11 مباراة. روبرت ليفاندوفسكي جاب 24 جون في 90 مباراة إن لم أخطئ الترجمة، وكان هناك العديد والعديد من نقاطهم التي مثلت نقاط قوية. الاستاتيكيات بتقول إن احنا لازم نكون جاهزين في المباراة دي، لأن الأهلي كمان اسمحوا لي عنده فريق قوي جدا، وكذلك عندهم الثقة وراهم على كل المبنية على كل الماتشات اللي كسبوها، كل شيء متوقع. وأنا عارف إن هتكون مباراة صعبة على البايرن ميونخ، وأنا عارف إن المتوقع إن يعني تنقلب نتيجة المباراة ممكن، ولكن أنا بقول سوري أهلي، أنا النهاردة يعني إن ما قدمتوش أفضل ما عندكم، أنا يعني زي ما قال بيتسو موسيماني وقت ما في البريمير ليج، يعني بما اننا وصلنا احنا في قدام الاهلي فرص كتير، يمكن اكتر من البايرن كمان لو ادوا اللي عندهم كله، لان الاهلي حتى الان هو بيلعب كويس دفاعا وتنظيما وبيلعب بذكاء، وبالتالي قد يجد منافسهم ايا كان صعوبه في الوقوف امامهم. انا النهارده اللي شايفه ان لبيتسو موسيماني جاب معاه الحركه بتاعه الهجوم، السرعه في الهجوم اللي شفناها في السيمي فاينل، في النصف الاول من مباراه اللي فاتت، الاهلي كان مقدم لنا كره جميله جدا، لو يعني يمكن ما كانش نفس المستوى في الشوط الثاني، ولكن انا اللي شفته في الشوط الاول بيقول ان الاهلي قدامه فرصه كبيره، كمان لانهم الفريق اللي احنا متابعينه بقالنا سنين وعارفينه. ايوه كلنا بنعرف كتير يمكن على مستوى العالم عن البايرن ميونخ اكتر من الاهلي، يعني عشان في اسماء لامعه زي ليفاندوفسكي ونويا وكده، ولكن انا بعتقد ان الكره المصريه هي جميله جدا من حيث التنظيم، وفرقكم عندها قوه سواء بدنيه او ذكاء كذلك، وبالتالي الفرصه اللي متاحه قدامه يعني برضو عايزين نقول عندنا 90 دقيقه نخلق فيها فرص، وانا متاكد ان الاهلي ممكن يقلب موازين اللي قد يكون متوقعها البعض، وده اللي انا اعرفه شخصيا. طيب ماذا عن شعبيه النادي الاهلي وتناول اخباره في الصحافه الجنوب افريقيا بعد التعاقد تحديدا مع بيتسو موسيماني؟ الاهلي طبعا زي ما انتم عارفين في كتير بيتابعوه، يعني بدايه من عام 2010 والاجواء الجميله بتاعت ابو تريكه ووائل جمعه واحمد حسن، طبعا كلهم النهارده نجوم عندنا، يعني هو راح لسيون، ولكن حتى وهو بيلعب تحت مانويل خوسيه هنا شفنا نجاحاتهم وشفنا المفاجآت اللي بتقدموها للكوره من سنه 2001 2010 2013 طبعا، يعني وبرده في النهائيات واللي قدمتوه في المباراه واللي حصل برضو على استاد المقاولين وكمية الشعبية اللي أنا ما شفتهاش قبل كده على مستوى حياتي كلها. فأنا أقول لك إن اللي شفته عندكم ككورة في مصر كتير، وبالتالي الكرة المصرية بداية من لاعبيها القدام اللي النهاردة سلموا للنجوم الجداد ودخولها في كذلك الألقاب الدولية منذ العديد من السنوات، ومنها الفوز باللقب الأفريقي على مدار تسع مرات متتالية. فالنهاردة برضو لما ضفنا إليها الجمال اللي كان بيقدمه موسيماني في سان داونز، أصبح الاهتمام عندنا كبير، الاهتمام بالأهلي،
وطبعا ماشي اضيف العنصر المحبب لنا كجنوب افريقيين محليا وهو بيتسو موسيماني، ولكن بده اللي حصل ان يعني بالتعبير باللغه الانجليزيه ان النهارده الاهلي بقى فوق السقف، يعني فوق السماء كل الناس بتتابعه، وان النهارده كون ان انتوا اخترتوا ان يكون مدرب مثل هذا الفريق الكبير جنوب افريقي. طبعا النهارده هتلاقي تمشي في الشارع عندنا تلاقي ناس كتير لابسه التيشيرت بتاع الاهلي، وبالتالي رد الفعل في جنوب افريقيا بالنسبه لحب الاهلي، لو ده سؤالك الناس بتحب الاهلي جدا، الاهلي النهارده ومتوقعين له ان هو ينافس وعارفين انه يقدر ينافس لاكبر الفرق العالميه، وفي جنوب افريقيا دي الثقه اللي عندنا والحب اللي عندنا للعديد والعديد من الجنوب افريقيين سوف تشاهدونه امام الشاشات حين تتفرجوا على المباراه. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من جنوب افريقيا الصحفي مارك ستريدم، بشكرك شكرا جزيلا.